مشاهدي قناه شوف تي في اهلا ومرحبا بكم مباشره من مدينه خريبكه مرحبا بكل متتبعي قناه شوف تي في اينما كنتم مشاهدين داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن مرحبا بكل مغربي حر مرحبا بكل مغربي يحب بلاده حزب النهج يدافع على البوليزاريو والجزائر ويهاجم المغرب في بيان الخيانه العظمى مرحبا بخوتي تسمعوا هذا الخبر هذا الهدف من هذا المباشر ان كل متتبعي قناه شوف تي في وكل المغاربه يعرفوا اشنو واقع فمرحبا بكم نضال اخر زمن في الخمارات حزب النهج يصدر بيان الخيانه العظمى ويدافع على البوليزاريو والجزائر ضدا في المغرب والمغاربه في الوقت الذي تجندت كل القوى الحيه في بلادنا وراء القائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه الملك محمد السادس ووراء جنودنا البواسل على خط النار وفي الزمن الذي توقفت وظيفه الفيسبوك في الم... رجعتها نجد للاسف الطابور الخامس من جلدتنا يحمل صفاتنا الجينيه ويشاركنا في سحناتها في سحنتنا المغربية، لكنهم أبدا لا يشتركون معنا في القلب والإحساس والتضحية من أجل هذا الوطن. يغنون للعدو ويحلمون بأن يكونوا معه في خندق واحد، وأن يجمعهم مستقبل واحد. ويا لها من خيانة ونذالة ووضاعة! ما اصعب ان ينام خائن في فراشه المغربي الدافئ والوتير وهو يحلم بالنوم في حضن العدو ويخاف على مستقبل الاعداء ولا يريد ان يجرح احاسيسهم ولا ان يمس فيهم شعره واحده ويا لها من احلام عميله هذا هو حال الطابور الخامس المتردد والتائه الذي يقاسمنا الغله ويسب الملة ويتخذ من الوطن مطية لتحقيق الربح السريع بالنهب والنصب والاحتيال مدعيا أنه يدافع عن حقوق الإنسان والحيوان والبعوض والجردان من هؤلاء طبعا من يدعون, أنه من يدعون أنهم نهجويون ولكنهم كمشة من الدبان لا يجتمع إلا حول القذارة والنذالة والخيانة فقد طالعنا هؤلاء الذين يسمون أنفسهم نهجا ديمقراطيا ببيان إلى الرأي العام وهنا وهنا نتساءل هل لدى هؤلاء التفهين رأي عام ليتوجه إليه إن كان لا يتبعهم حتى حتى بوبي ويعتكفون طول الوقت في الخمارات لصياغة البيانات والبلاغات التورية التي عفى عنها الزمن ولم يعد يسمعها أحد وكلما زاد خمرهم زاد كفرهم بالوطن قالوا يا سادة في بيانهم المخمور أنهم يدعون إلى تجنب التصعيد والحرب في الصحراء الغربية. فهم ليسوا مع إجماع المغاربة الذين يقولون أن الصحراء مغربية منذ 12 قرنا وأضافوا في بيانهم وهم يعاكسون توجه 34 مليون جندي مغربي مجند وراء ملكه وجيشه في معركة الكرامة أنهم ينصحون بالحوار للأصول إلى حل متفق عليه بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ويخدم هدف وحدة الشعوب المغاربيه. هل فيكم ذرة إحساس بالوطن وذرة كرامة؟ هل لأن البوليزاريو تنتمي إلى إيديولوجية نهجكم المخزز؟ الذي كفن ودفن ونخرت عظامه؟ وهل لأن الخونة يغدقون عليكم في السر والعلن تكتبون سك الخيانة والعملة والقذارة وتبيعون الوطن وتتنكرون لصحرائه التي ضحى من أجلها أجدادنا على مر التاريخ ومات في سبيلها آباؤنا وإخوتنا على مدى 16 سنة من الحروب الطاحنة التي انتصر المغرب في جميعها ولله الحمد فبئس التجارة وبئس الحزب وبئس الخيانة ونضال آخر زمن في الخمارات إذا مشاهدي قناة شوف تيفي كما لاحظتم معنا الانتصار التاريخي لحق المغرب لحق القوات المسلحة الملكية لحق القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ملكنا الحبيب الله نصره والله حفظه كاينين اعداء الوطن كاين الخونه ولكن كنقولوا لهم لا مكان لكم وسطنا ما كاينش بلاصتكم وسط منا فراه 34 مليون جندي مغربي مجند وراء الملك محمد السادس نصره الله يعني هنا كتشوفوا معنا حزب النهج يدافع على البوليزاريو والجزائر وكي وكيهاجم المغرب في بيان الخيانه العظمى نضال اخر زمن في الخمارات حزب النهج يصدر بيان الخيانه العظمى ويدافع على البوليزاريو والجزائر ضدا في المغرب والمغاربه فكل مغرب حر فكل مغرب يحب بلاده يتصدى لهاد الخوانه يتصدى لكل خائن يقول له لا مكان لك في بلدنا المغرب في كل مغربي حر يرفع رايه المغرب ويفتخر بها ويقول احنا مجندين وراء جلاله الملك جنود مجنده وراء جلاله الملك الله ينصره حزب النهج في الوقت الذي تجندت كل القوى الحيه في بلادنا وراء القائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه الملك محمد السادس ووراء جنودنا البواسل على خط النار وفي الزمن الذي توقفت وظيفه الفيسبوك في المغرب واصبحت وظيفته واحده وهي الاشاده بحزم المغرب وتدخله المشروع والحاسم لطرد عناصر البوليزاريو التي مارست البلطجه والاجرام على مستوى نقطه القرقرات، وفي الحين الذي تقاطرت على وزاره الخارجيه في الرباط برقيات التاييد والمسانده من دول شقيقه وصديقه. وحتى من دول متعاطفة مع ما تعرض له المغرب من تعسف واعتداء غاشم على أراضيه الصحراوية نجد للأسف الطابور الخامس من جلدتنا من جلدة نخوت يحمل صفاتنا الجينية ويشاركنا في سحناتنا المغربية لكنهم أبدا لا يشتركون معنا في القلب والإحساس والتضحية من أجل هذا الوطن يغنون للعدو ويحلمون بان يكونوا معه في خندق واحد وان يجمعهم مستقبل واحد ويا لها من خيانه ونذاله ووضاعه. ما اصعب ان ينام خائن في فراشه المغرب الدافئ والوتير وهو يحلم بالنوم في حضن العدو ويخاف على مستقبل الاعداء ولا يريد ان يجرح احاسيسهم ولا ان يمس فيهم شعره واحده. ويا لها من احلام عميله. هذا هو حال الطابور الخامس لاحظوا خوتي هذا هو حال الطابور الخامس المتردد والتائه الذي يقاسمنا الغله ويسب المله ويتخذ من الوطن مطيه لتحقيق الربح السريع بالنهب والنصب والاحتيال مدعيا انه يدافع عن حقوق الانسان والحيوان والبعوض والجردان من هؤلاء طبعا. من يدعون انهم نهجويون ولكنهم كوميشا من الدبان. لا تجتمع الا حول القذارة والنذالة والخيانة. فقد طالعنا هؤلاء الذين يسمون انفسهم نهجا. اسمعوا خوتي يسمون انفسهم نهجا ديمقراطيا طلعون البيان الى الراي العام وهنا نتساءل هل لدى هؤلاء التافهين راي عام ليتوجهوا اليه ان كان لا يتبعهم حتى بوبي حتى بوبي ما يتبعهمش ويعتكفون طول الوقت في الخمارات لصياغه البيانات والبلاغات التورية التي عفى عنها الزمن ولم يعد يسمعها احد وكلما زاد خمرهم زاد كفرهم بالوطن. قالوا يا ساده في بيانهم المخمور انهم يدعون الى تجنب التصعيد والحرب في الصحراء الغربيه. فهم ليسوا مع اجماع المغاربه. لاحظوا لاحظوا مشاهدي قناه شفتي في. فهم ليسوا مع اجماع المغاربه الذين يقولون ان الصحراء مغربيه منذ 12 قرنا. واضافوا في بيانهم وهم يعاكسون توجه 34 مليون جندي مغربي، 34 مليون جندي مغربي مجند وراء ملكه وشعبه في معركة الكرامة. أنهم ينصحون بالحوار للوصول إلى حل متفق عليه بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ويخدم هدف وحدة الشعوب المغاربية. هل فيكم ضرة إحساس بالوطن وذرة الكرامة؟ هل لان البوليزاريو تنتمي الى ايديولوجيه نهجكم المخزز؟ الذي كفن ودفن ونخرت عظامه؟ وهل لان الخونه يغدقون عليكم في السر والعلن؟ تكتبون صك الخيانه والعماله والقذارة وتبعون الوطن وتتنكرون لصحرائه؟ التي ضحى من اجلها اجدادنا على مر التاريخ، ومات في سبيلها اباؤنا واخوتنا على مدى 16 سنه من الحروب الطاحنه، التي انتصر المغرب في جميعها ولله الحمد. فبئس التجاره وبئس الحزب وبئس الخيانه ونضال اخر زمن في الخمارات. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي شنو رايكم شنو رايكم في حزب النهج اللي كيدعم البوليزاريو والجزائر ضد المغرب واش كتعرفوا القيادات ديالو بحال محمد امين وغالي وخديجه رياضي اذا هنا خوتي الراي ديالكم كيهمنا رايكم كيهمنا خوتي كيهمنا راي كل مغربي حر كيهمنا راي كل مغربي عنده غيره على بلاده وعلى ارضه فالواحد كيموت على بلاده ولا على ولاده الصحراء المغربيه وستظل مغربية وشعارنا الله الوطن الملك أما بالنسبة للقوات المسلحة الملكية نقول لهم قلوبنا معكم أنتم ماشي بوحدكم أنتم ماشي بوحدكم هذه رسالة للقوات المسلحة الملكية أنتم ماشي بوحدكم 34 مليون جندي مغربي مجند وراء ملكه وجيشه وكنقول للخوانة راه ما بلاصتكم وسط منا وتنقول لخوتي جاوبوا جاوبو ما تخليوش يعني الدباب الالكتروني ما تخليوش اعداء الوطن يحطوا تعاليق جاوبوهم ما تخليوهمش يطيحوا لينا المورال ما تخليوهمش ينشروا الاكاذيب خليهمش ينشروا الاكاذيب هاد كل الاكاذيب راهم تيروجوها باش يبردوا على روسهم ويبقى شعارنا مشاهدي قناه الشوف تي في الله الوطن الملك احب من احب وكره من كره لان كاين هنا وسط من راهم كاين التعاليق اللي فيها سب لنا اللي فيها آه ما عجبهمش الشيء اللي تنقولوا اللي اي واحد دار تعليق يعني فيه سب لنا او آه ترويج اكاذيب فهو خائن للوطن فهو آه كنقولوا ليه مغربية وأفتخر بمغربيتي ونرفع راية المغرب وأنا أفتخر وسنقول لكم هذيك الكميشة ديال البوليزاريو هذيك الكميشة ديال الدبان من اللي شفتوا القوات المسلحة الملكية هربتوا وزيتوا شطيتكم كما تنقولوا ما بتوش هنا مشيتوا في حالكم علاش ما قدرتوش تواجهوا الجندي المغربي لأن أنتم حشرات لا ترى بالعين المجردة لو أن القوات المسلحة الملكية بقيتوا في المكان ديالكم والتحقوا بكم القوات المسلحة الملكية فرا غديش غاديش تبانوا ليهم غادي يدهسوكم بالأرجل ديالهم غادي يسحقوكم بالأرجل ديالهم كحشرات صغيرة ودقيقة الصحراء مغربية شعارنا الله الوطن الملك احب من احب وكره من كره يلا خوتي عطيوهم العصير كما تقولوا كتقولوها في التعليق عطيوهم العصير جاوبوا في التعليق ديروا هاشتاغ للقوات المسلحه الملكيه هما ماشي بوحدهم هما ماشي بوحدهم 34 مليون مغربي مجند وراء ملكه وشعبه وراء ملكه وجيشه عفوا اذا اعطيوهم العصير الله الوطن الملك دمتم في رعايه الله الى اللقاء